غير هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا شويه غلباتنا الدنيا الله يغفر لنا، فملي بنا تنتكلموا على قضيه الخوف صرنا نتكلم عن الخوف كما نعيشه بالنسبه للحياه ديالنا. كنتكلموا على الخوف داك الخوف الجبلي، كيف كيخاف الواحد من العافيه وتيخاف من معشو السبع وتيخاف من المراه، وكلهم نفس الخوف. علاش ضحكتوا ملي قلت السبع وما ضحكتوش، والماء والعافيه وما ضحكتوش والمراه كلش تاتوما حول ولا قوه، تهادوا تهادوا صلوا على رسول الله. حتى اللي ما بجوجينش ضحكوا، مفهمش هذه القضيه صعيبه شويه. لا باش نهرسوا شي شويه لان تزيرتوا قبيله، قلنا نفسوا عليكم دابا شي شويه. هذا الخوف الجبلي ولينا كنعبروا به الخوف من الله عز وجل، وهذان مقامان مختلفان جدا ولا ينافي احدهما الاخر. ان الانسان يكون كيخاف هذا الخوف الجبلي ديال كيخاف من المسائل الماديه، وكل واحد من يجدرني الله عز وجل ما يخاف، هذا لا يقدح في ايمانه نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. لان الخوف الجبلي ماشي هو الخوف التعبدي، الخوف الجبلي قد يخاف الانسان مما لا يعلمه ومما لا يعرفه. عدد فيكم طلبة تبارك الله تيخاف من الامتحان وهو لا يدري أي الأسئلة ستوضع له في الامتحان، ومع ذلك يخاف. أما الخوف من الله عز وجل هذا خوف قائم على معرفة، وعلى قدر معرفتك بربك عز وجل على قدر خوفك منه. أما باش يقول الإنسان تنخاف من الله، راه كتشوفهم كتلقاها مسكينة راه كلها سافرة، الله يسترنا ويستر حالتنا جمعين، لا عيالتنا لا رجالتنا، تفهمنا؟ وكتلقاها دايرين معاه استجواب، وهي كيقول لك الراقصه العالميه، وملي كيسولوها كيقول لها زعما واش ما كتلقايش حرج في الوسط الاسري ديالك انك زعما تتوقفي تتشطحي عريانه قدام عباد الله وكذا والكاميرات ودابا كلشي كيشوف فيك؟ كتقول لهم انا ما كنخاف من حتى واحد، انا كنخاف من الله ياك الحجة. اذا هذا خوف ليس خوفا قائما على معرفه. هذه المسكينه تتلفظ بكلام إنما سمعته، كتقول لك كنخاف من الله، وهي قد خافت كل شيء إلا من الله. إذ لو خافت ربها عز وجل لما فعلت ما فعلت. وكذلك بالنسبة للرجال، تتلقاه واقف مسكين مبتلى بالتدخين ديال المخدرات، الله يعافي الجميع، الله يعافي الجميع، قلوبنا تتقطع على أبنائنا وبناتنا. فمن اللي كيسولوه انت ودي غير سير تستر، وين بوليتهم فمن ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات كي كان النبي عليه الصلاه والسلام فليستتر. فكتقول لي ودي غير سير تستر في شي بلاصه ولا كيقول لك انا ما عنديش منين نخاف، انا كنخاف من ربي. كتقول لي كون كنتي كتخاف من سيدي ربي لما وقعت فيما وقعت فيه. اذا مفهوم الخوف من الله عز وجل هو مفهوم قائم على علم. اش قال الله عز وجل في سوره فاطر؟ انما، يعني بالحصر، اي لا يخشى الله عز وجل الا هذه الطائفه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له ولغيره ملمح جميل في هذه الآية، قال هناك تقدير للكلام، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، أي الذين كانوا علماء بالله، أي علموا من الله ما حمل قلوبهم على الخشية والخوف. إذن هذا الخوف هذا باش تيتربى، تيتربى بالمعرفة. هذه المعرفة ليست يعني ليست معلومات كما يظن البعض، راه واخا تحفظ ماشي تقرا، واخا تحفظ الكتاب ديال الفقه الأسماء الحسنى ديال الشيخ عبد الرزاق البدر وهو فيه مسلك تربوي جميل جدا، واخا تحفظ موسوعة فقه القلوب ديال التويجري فيه تقريبا ما يقارب واحد 4000 صفحه، ما تقرا، واخا تقرا واخا تعلم وتحفظ داكشي اللي حفظتيه، القضيه ليست قضيه معلومات، وذكرناها قبل في المداخله الاولى، انما قضيه علم بالله. انسان مثلا ملي تتكون، كنا تنقولوا اللي كيقول لكم شي واحد مثلا راه فلان مريض الله يشافيه، كلكم كتقولوا ديك امين، كلكم مثلا فلان راه عنده واحد المرض اكس فالله يشافيه، الناس كلها كتقول امين. لكن شكون هو داك اللي كيخرج امين من قلبه؟ اما شي واحد لهذاك الشخص قريب ليه، اما شي شخص لهذيك المرضى فايته فيه ولا فايته في شي واحد اللي قريب ليه.
فهذا بنى تضرعه لله عز وجل بلفظة أمين، وهو اسم فعل أمر يفيد قول يعني يفيد معنى ديال اللهم استجب. هذاك اللي تيقول هذيك الكلمة ما تخرج لي من قلبه إلا الذي عرف تلك الوضعية. فملي كتقول لشي واحد مثلا داك الدعاء ديال اللهم أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، واخا أنت تدعي معاه ما تخرجش من قلبك أنت، كيف غتخرج من قلب داك اللي حاس بها هو اللي مريض؟ وفي هذيك اللحظة ملي كيقول اشفي أنت الشافي، هنا هاد السيد هذا تعرف حقيقة على اسم الله الشافي. أما الذي يكيل لك المكاييل والأطنان من المعلومات المتعلقة باسم الله الشافي، هذا ما عرف الله حق المعرفة، هذا تعلم أمورا متعلقا باسم الله الشافي، لكن معرفته بالله عز وجل بقي نقصها الجانب الوجداني.